بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس 11 تشريعا محالا إلى اللجنة، حيث قدمت بشأنها آراء وملاحظات قانونية ضمن اختصاصاتها بوضع رأيها لكافة اللجان في المشاريع والاقتراحات بقانون بموجب اللائحة الداخلية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المحامية دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. بعد التحية أستاذة دلال، طبعا كيف تقرأين أداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الفصل التشريعي الخامس، وكيف كان أداء هذه اللجنة ومدى تعاونها مع السلطة التنفيذية في لتحقيق ما وصلت إليه خلال الفصل التشريعي الخامس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بس اسمحي لي أن أوجز فيما يتعلق في اختصاص اللجنة التشريعية بموجب اللائحة الداخلية. عملنا كان ينصرف أيضا بأن يحال لها كل ما يخطر به المجلس من أي مرسوم أو مشروع بقانون، حتى لو كان موضوع تحت لدى لجان أخرى، فكنا إحنا من نعد هذا التقرير بمدى دستورية وقانونية المشروع أو المرسوم أو الاقتراح، وتسترشد به سائر اللجان بما يصدر عن اللجنة من آراء عند وضع تقريرهم في المناقشة العامة أمام المجلس وأخذ الرأي بشأنه. وشهدنا طبعا أن تم النظر بصفة أصلية بالنسبة للجنة بما هو مجموعة 41 مرسوم ومشروع قانون واقتراح. أغلب طبعا القوانين تضمنت اللي احنا نظرناها في اللجنة محور جدا هام، تم ان يتلائم ويساند موضوع تحديث وتطوير عمل السلطة القضائية وكيفية إجراءات التقاضي وتيسيرها على الأفراد والشركات وقواعد الإثبات، بحيث تم التركيز على القانون المنظم للسلطة القضائية، قانون محكمة التمييز، وكذلك قانون الإثبات والمرافعات وقرفة البحرين لتسوية المنازعات. فكان هذه أهم القوانين. جاء طبعا الوصول لما وصلت إليه اللجنة من آراء. لو أردنا تقييم عمل اللجنة، هذا ما رده بيان كيفية الموافقة على آراء اللجنة عندما تعرض للمناقشة، فكان ولله الحمد أن دائما في غالبيتها نكون مصيبين بما انتهينا إليه من رأي، لأن دائما إحنا نسبب أسباب سواء الرفض أو عدم الملائمة بالمواد القانونية أو الحجج والأسانيد التي تعين أعضاء المجلس على اتخاذ القرار الملائم في هذا الجانب. نجد دوما أيضا التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة في وهذا طبعا بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعافي في إنفاذ مبدأ التعاون والتنسيق. طبعا غالبا ما قبل ما نصدر مثل هذه الآراء يكون لنا اجتماع لتبادل الرأي بشأنها، أيضا دراسة مدى ملائمة النص أو التعديل، كيفية إمكانية تطبيقها، وأيضا إيجاد الموارد لتطبيقها. فغالبا ما يكون هذا التعاون هو نتيجة ظهور أي تشريعات بشكل مشروع متوائمة، بحيث أنه هو ممكن أن تحدث أثرها الذي قامت عليه الأسس والمبادئ. لذلك نتمنى دوما أن إحنا نكون قد أجدنا وأصبنا في عملنا. غالبا بعد أيضا ما نرى أن التقييم الذي نراه من صحة أو متانة النص القانوني هو عند تطبيقه تظهر إذا كان هذا القانون فعلا أحدث أثرا إيجابيا أم لا، وهذا ما شهدناه طبعا في الفصل التشريعي الخامس، هو مراجعة القوانين باستمرار، وإن كانت حديثة فقمنا فعلا بالنظر لها بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية بشأنها. نعم، سعادة المحامية دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، شكرا جزيلا لك.